كيف حالك عبد العزيز؟ مرحبا، كيف اموركم يا ايمن؟ خير ونعمة، كلش تمام؟ تمام. كل سفير يجي هنا عندي اقول يا رب ان في هذا الاسبوع نكتم الوقف على يدين هذا السفير، ان شاء الله ان هالوقف بيكتم صدق يا رب، تكمل اللي ما سووه وقدموه اخويانا. طيب عندك الكاميرا عبد العزيز؟ اول شيء كلنا نعرف فضل الصدقه وكفاله اليتيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، و300 ريال احنا كل ويكند نصرف من الالف ومن كوفيهات ومطاعم ونطلع ونروح ونجي ونصرف اللي اكثر من 300، فال300 ريال هذه اللي بندفعها بتكون ان شاء الله انها خير لنا في الدنيا وفي الاخره، ونستفيد منها ونقدم لاخرتنا ونعمل لاخرتنا، وتبقى معاك الى وتبقى معنا الى ما لا نهايه، خلاص مدى الحياه. واذا ما كانت ال300 موجوده معك تنشر الرابط في واتساب، في سناب، في جروبات عندك، بتويتر، والدل على الخير كفاعله، اللي بيتصدق عن طريق رابط كلك مثله. صحيح، والله حتى لو نشرته سواء باي رابط نشرته انت، هو نشرته اي، لو نشرته راح تكون فعلا كفاعل. يعطيك العافيه ايمن، عندك الكاميرا ابغى منك كلمه. كلمة على الوقت؟ ايه صحيح. اولا اذكركم واذكر مشاهد وقف اليتيم 300 ريال تكفل لك يتيم مدى الحياه، فبادروا كل يعمل اخرته. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير، يا رب يكتمل على يدكم ان شاء الله. انا كلمتي دائما اكرر واقول، اقول ما في اجمل من هذا الوقف، لان في اجمل بقاع الارض هي مكه المكرمه. لو ما نطلع من هالمكان الا انه مكملين وقف والله. صحيح، 300 ريال دائما اقول 300 ريال والله انه مبلغ بسيط جدا، واحنا ننفقه في يوم او يومين 300 ريال، فما بالك تحطها في وقف، والوقف هذا لليتيم راح يبقى الى مدى الحياه. احنا دائما نقول حنا بحاجه اليتيم عشان نكون رفقه الرسول صلى الله عليه وسلم في جنات جنات النعيم، فبادروا بادروا بادروا، فرصه لن تتكرر. يعطيكم العافيه، شكرا لكم. وجهك يا حبيبي، تفضل. يا كحله يا سبيعي، ارجع اماكنكم. يا كحله يا سبيعي، نبي النقل. طيب